دلوقتي هينضم لنا مراسل اون لايف بكر الشرقاوي، وهيكلمنا عن اخر التطورات في ليبيا، تحديدا في بنغازي، عن الهجوم الاخير والوضع على الارض. اهلا وسهلا بك بكر، قول لنا اخر التطورات الميدانيه ايه؟ اهلا زميلي ايمن. اخر التطورات الميدانيه هو نجاح القوات المسلحه العربيه الليبيه في السيطره على كل من منطقه راس لانوف ومنطقه السدره ومنطقه بنجواد. تلك الثلاث مناطق هي المناطق الاستراتيجيه هنا داخل ليبيا، وهي التي تمثل عصب الاقتصاد الليبي. هذه المناطق نجحت القوات المسلحه العربيه الليبيه في الهجوم صباح اليوم على الميليشيات الارهابيه المسلحه التي كانت سيطرت خلال الاسبوع الماضي على تلك المنطقه بعد هجوم، ونجحت في تخفيض انتاج النفط الليبي. نجحت القوات المسلحه العربيه بغطاء جوي وبغطاء بحري في الهجوم على تلك الميليشيات، وهربت تلك الميليشيات خارج ثلاث المناطق. الآن تستعد القوات المسلحة العربية الليبية في اقتحام منطقة النوفالية، وهي آخر منطقة بالهلال النفطي الليبي، بعد تمشيط كامل نجحت فيه القوات المسلحة العربية الليبية بالسدرة وراس لانوف وبنجواد. كما نجحت القوات المسلحة العربية الليبية أيضا في إيقاف عملية كانت من المقرر أن تقوم بها الميليشيات المسلحة في اتخاذ الحي السكني بمنطقة راس لانوف مركزا لها، واستخدام المدنيين كدروع بشرية أمام القوات المسلحة العربية، ولكن حالت القوات المسلحة العربية دون ذلك وهجمت على تلك الميليشيات. والآن الميليشيات تهرب من تلك المناطق جنوبا وغرب ليبيا. طيب، بشكرك شكرا جزيلا بكر الشرقاوي، مراسلنا، مراسل اون لايف من بنغازي. طبعا هيبقى فيه متابعه لاخر الاحداث والتطورات في الثلاث مناطق، وهيبقى فيه متابعه من جانبنا معك خلال اليوم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ بكر الشرقاوي، مراسل اون لايف من بنغازي.